الآن مسألة البيئة المنزلية، لأن كثير من الناس يكلموني عن طب ماذا أشتري؟ أي كتب أشتري؟ من أين؟ قبل أن نشتري أي شيء، هذا الذي أريد أن أقول أنه هنالك صورة كبيرة، هنالك مثل كما المنزل عندما يبنى، هنالك شيء لا نراه يكون تحت الأرض، تلك العمادات والدعامات والأشياء التي تدعم. كل ما لا نراه هو الأهم بالأول، أن نرسي هذه الدعامة أو هذه الأسس الأولى الضرورية لمسألة البيئة المنزلية. إذن هذا الوعي بأهمية ما نفعل، بأن كل ما نقول وكل ما نفعل بالبيت له أثر ما، وإن كنا لا نراه بداية، لا نراه اليوم أو غد أو بعد سنة، ولكن يطلع في مكان ما. لذلك هذا الحرص على أن تكون البيئة المنزلية ككل بيئة علم، بيئة ثقافة، بيئة تصارح، بيئة حكي، بيئة نتناقش فيها، نتحدث، ولا يجلس كل واحد في غرفته أمام جهاز ما من الأجهزة الإلكترونية التي لديه. إذن هنالك أيضاً قبل أن نشتري الكتب، قبل حتى أن نلمس الكتب، هنالك رسائل خفية نرسلها لأبنائنا. يعني لما مثلاً أتكلم أحياناً مع بعض أولياء الأمور بالنسبة للغة العربية، وأقول نحن نعطي رسائل خفية، واتجاهاتنا ومشاعرنا كلها هذه نرسلها لأبنائنا مش بالضرورة بالكلام، يعني مجرد مثلاً أو بحديث موجه لهم، يكون حديث لربما بين الأم والأب أو بين الأم والجدة، أن اللغة العربية ما عادت تنفع هذه الأيام، اللغة العربية لا تطعمينا خبزاً، اللغة العربية لا تساعدهم على الحصول على عمل، رسائل كثيرة. هذا كله أحياناً نحن ننسى أن هؤلاء الأطفال في غاية الذكاء وفي غاية الحساسية، هم يلتقطون حتى لو لم يظهر ذلك، وحتى لو لم يعلقوا أو لو لم يقولوا شيئاً، لا توجد رسالة تضيع عليهم. فمسألة مشاعرنا نحن تجاه القراءة واللغة، واتجاهاتنا نحن ككبار تجاه القراءة واللغة العربية، والرسائل الخفية التي نرسلها كل الوقت عنها هي تنطبع في أذهان هؤلاء الأطفال، وبعد ذلك يتصرفون بناء عليها. فغير معقول عندها مثلاً لو أنا أذم اللغة العربية، أو أنا شخصياً في البيت لا أقرأ، أنا شخصياً لا يروني أبداً أمسك كتاباً جيداً وأقرأ، يروني دائماً لنفترض على الإنستغرام، على تويتر أو هكذا، ليس علي أن أفعل شيء. ممكن أن أكون أنا على إنستغرام ولكن أقول لهم احمل كتاب وأقرأ، ولكن هذه رسالة ضائعة، لأنها رسالة أنا شخصياً لا أفعلها ولا أنفذها. فإذا أردت لهم أن يقرأوا علي أنا أن أقرأ، وإذا أردت لهم أن يحبوا القراءة في البيت علي أنا كأم كأب كناس أناس كبار محيطون بهؤلاء الأطفال، علينا نحن أن نحب القراءة وأن نتناقش في الكتب التي نقرأها نحن. سؤالي لكم، أريد أن أرى لطفاً ربما في صندوق الدردشة تكتبون لي ما الكتاب الذي تقرؤون هذه الفترة في هذا الشهر؟ هل هناك كتاب بدأتم تقرؤونه أعجبكم أو لم يعجبكم؟ ممكن أن نأخذ دقيقتين وتكتبوا لي في صندوق الدردشة؟ شكراً. سأرى هنا الشات، ماذا يوجد؟ لا يوجد شيء بعد. أنا سأبدأ. أنا أقرأ كتاباً عن تاريخ العرب مكتوب من شخص اسمه تيم ماكنتوش سميث، أظن بأنه أروع كتاب في التاريخ عن العرب كتب، تاريخ ل3000 سنة، يعني كتاب حياة في الإدارة لغازي القصيبي. شكراً أستاذة أمل، شكراً أستاذة زهرة، كتاب لا تحزن. هل هنالك كتب أخرى؟ وأيضاً قرأت كتاب اسمه مور باللغة الإنجليزية، وهو أيضاً عن تاريخ الاقتصاد وكان رائع.
نعم الكتب المسموعة طبعا طبعا طبعا. ماشي أستاذة شمسة، خبرينا ماذا سمعتي، أي كتاب؟ من لا يوجد لديه الوقت ليقرأ ممكن أن يسمع، المهم أن يقضي وقتا مع الكتب. فتماما، فإذا مسألة الكتب، إن كنا نحن لا نقرأ فطبعا صعب جدا أن نجعل أطفالنا يقرؤون. هل تلاحظون كيف أمهد لمسألة، نبني لمسألة البيئة المنزلية المحفزة على القراءة؟ عليها أن تبدأ مني أنا، مني أنا كأم، كأب، كناس في هذا المنزل، يجب أن تبدأ مني. حتى لو كنا نقرأ الجريدة، حتى لو كنا نقرأ، ولكن مسألة هذه القراءة كل يوم، كل يوم أن يرى قرب سريرنا مثلا جميعا هنالك مجموعة كتب جاهزة لقراءة ما قبل النوم، أن تكون هنالك كتب في كل مكان، وسنأتي على ذلك. ولكن أريد أن أعيد وأشدد على أن الاتجاهات والمشاعر والرسائل الخفية التي نرسل لأبنائنا جدا مهمة ولا تضيع عليهم، هي لا تخفى عليهم. يعني عندما أقول له اقرأ وهو لم يرني مرة واحدة أقرأ، هذا الأمر، فعل الأمر هذا لا أظنه أنه سيكون ناجحا. شكرا أستاذة شمسة على عنوان الكتاب الذي تقرأين، شكرا. شيء آخر أيضا ألاحظه، وهذا طبعا شيء ملحوظ في هذا الجزء من العالم، مسألة المساعدات المنزليات الأجنبيات اللواتي لا يتكلمن العربية. وهنا أيضا دائما أقول هنالك قريبا سينشر مقالة لي عن مسألة تأثير المساعدات المنزليات الأجنبيات على اكتساب اللغة عند الأطفال في البيوت العربية، لأننا ما نلاحظ، وطبعا هذا تعميم يختلف من بيت إلى بيت، ولكن بالإجمال المساعدات المنزليات لا يتكلمن العربية، ولو تكلمن العربية فهي عربية سيئة للغاية، يعني غير صحيحة من حيث التركيب، غير صحيحة من حيث اللفظ، غير صحيحة من حيث النطق، غير صحيحة من حيث المعجم المستخدم، وهكذا. وهذا أيضا يؤثر كثيرا على تطور اللغة عند الأطفال إن كانوا يمضون بمعيتها وقتا طويلا. فهذا عامل من العوامل الأسس الأساسية الأولى التي يجب أن ننتبه إليها. أنا رأيي ما الحل، ودائما أقول علينا أن نستثمر في المساعدات المنزليات الأجنبيات، أن نستثمر في تعليمهن العربية، أن نطلب إليهن مثلا، لو أكيد المعظم يمكن يقرأ باللغة الإنجليزية، أن يكون هنالك لديها كتبا باللغة الإنجليزية تقرأ، لديها وقت للقراءة في البيت بعيدا عن الأعمال المنزلية، وأن يراها الأطفال تقرأ. هذا ضروري، مش ضروري تقرأ بالعربي، ممكن أن تقرأ بالإنجليزية، ولكن الكلام لربما نحتاج إلى هذا الاستثمار فيهن، بأن يتكلمن، بأن نساعدهن على تعلم التحدث بالعربية ومعرفة المفردات الصحيحة. أعرف أننا أحياناً استسهالاً لا نعطيهن المفردات الصحيحة. مثلاً كانت هنالك مساعدة منزلية عندي، وكانت تسمي كل النباتات flower، كلها ورود، ولكن هي نبتة، فأخذت من وقتي. يعني دائماً أريد لها أن تعرف اسم الشيء الصحيح، لأنه بالآخر سينعكس على أبنائنا وسينعكس علينا بشكل ما. فخذوها من هذا المنطلق، أن الاستثمار في تعليمهن، في إحضار الكتب لهن باللغة التي يقرأنا، شيء جداً ضروري وأساسي لصحة البيت عندنا. تمام؟ إذن هذا بدايةً. هنا أيضا أشياء، وتذكروا أن القراءة لا تحتاج فقط إلى أن تكون كتابا نمسكه كل يوم ونقرأ به وحسب، وإنما القراءة في أشياء كثيرة تحثك على القراءة، تحضرك للقراءة، تخلق لديك هذا الاستعداد للقراءة، وسهلة جدا للعمل في البيت. مثلا خذوا هذه الصور، هي أشياء صح؟
نرى مفتاحا، نرى قلما نجمة، ثم مفتاحا قاربا كرسيا سمكة، وهكذا. وتتكرر ولكن بترتيب مختلف. فواحدة من الأشياء جدا ضرورية لدماغي، لتطور دماغ أبنائنا ولتطور الذاكرة، نطور الذاكرة بهذا الأسلوب ولكن بشكل غير ممل، بشكل ليس خذ هذا واذهب واحفظ، ما عاد يمشي. علينا أن نطور الذاكرة بطرق ذكية ولائقة بعمر الأطفال. فإذا الذي نفعله، لدينا مجموعة أشياء وأشكال نحضرها ونلعب لعبة فقط في المنزل مع بعض، وهي أن نقول أسماء هذه الأشياء. هي لا تحتاج لأن يقرأ، فممكن الطفل اللي عمره سنتين أن يفعلها، أن نقول أسماء هذه الأشياء من اليمين إلى اليسار بأسرع سرعة ممكنة. فمثلا نقولها مع بعض الآن ولكن نبقى على الصامت. واحد، اثنان، ثلاثة، نبدأ. مفتاح، قلم، نجمة، مفتاح، قارب، كرسي، سمكة، نجمة، مفتاح، مفتاح، لا ليس مفتاح، قلم، قلم. فليست سهلة، فعلينا أن نتدرب عليها ونستطيع أن نقولها بشكل جدا سريع لإعمال هذه الذاكرة. وهذه تسمى الذاكرة العاملة، التي هي في الوسط بين الذاكرة قصيرة المدى وبين الذاكرة بعيدة المدى. إذن هذه واحدة من الأشياء التي ممكن نعمل عليها مع الأطفال من عمر حتى قبل سنتين. يعني ما إن يعرف بعض الكلمات، ممكن أن يتعلم كلمة مفتاح وقلم ونجمة وقارب وكرسي وهكذا، وممكن أن نتدرب عليها معا جميعا وأن نقوم بها معا ونرى أي سرعة نستطيع أن نصل إليها. وممكن أن نعملها من الآخر إلى الأول، من اليسار إلى اليمين، ولكن أنا أحبذ من اليمين إلى اليسار لأجل تدريب الأطفال على القراءة باللغة العربية من اليمين إلى اليسار. شيء آخر مماثل، ممكن أن نفعل نفس الشيء بالألوان. فلاحظوا أن هذا لا يحتاج إلى قراءة، فكل من هم دون عمر القراءة يستطيعون أن يعملوا على ذلك. فهنا أزرق، أسود، أحمر، أصفر، بني، أسود، أخضر، أحمر، أزرق، وهكذا. ونتابع، وممكن من فوق إلى تحت، من تحت إلى فوق، ممكن بشكل طولي، عرضي، وهكذا. الآن نأتي إلى مرحلة بدأوا يعرفون فيها الحروف. لاحظوا، هو نفس التدريب، ولكن كيف نستطيع أن نصعد الوتيرة؟ كيف يستطيع أن يصبح أصعب قليلاً؟ فهنا الحروف، وهذا ضروري أن يتعلموه. فألف باء تاء تاء جيم حاء خاء ممكن. الآن هذا ربما سهل على بعض من هم في المدارس. الآن أريده أن يقرأه لي بالعكس، ياء واو هاء نون. فهنا صعب أن يكون قد حفظها، حتى نحن ككبار قد لا نعرف ذلك. فإذا هذه بعض الأفكار التي تمهد للقراءة ولهذا اللعب باللغة، لمحبة اللغة، لهذا اللعب باللغة، وأن اللغة ليست كلها يعني عبث وتولى، وليست كلها صعوبة وهكذا. الآن هنا سأطلب منكم، من حضراتكم لطفاً، أن تفككوا هذه الجمل وتقولوا لي بالصندوق الدردشة ماذا تقول هذه الجمل. هذه أيضاً أشياء تساعد الذاكرة العاملة، أشياء أيضاً لها علاقة بالدماغ، كلها وأشياء بسيطة جدا نستطيع أن نفعلها معا في البيت. فشوفوا ماذا تقول الجملة الأولى واكتبوا لي، أريد أن أرى ماذا تقول. أول جملة ما هي؟ ما أول جملة؟ رسم سامي رسمة جميلة وعلقها على الجدار، تمام، شكرا جزيلا. الجملة الثانية ما هي؟ ما هي الجملة الثانية؟ والثالثة، أحدكم يشتغل على الثانية والأحد الآخر على الثالثة. ماذا صار معنا؟ قطعت الخس والطماطم وعملت سلطة لذيذة، شكرا أستاذة نشود، شكرا أستاذة شمسة.
آخر جملة ماذا تقول؟ تمام، شكرا. آخر واحدة ماذا تقول؟ هناك إجابة، لقد فككتم الجمل يا شطار. شكرا أستاذة رجود، تماما هكذا. فبكل بساطة، لأن هذا يعلمه، هذا يبدأ يمهد له ما قبل القراءة، أن يعرف أن هنالك مسافات بين الجمل، بين الكلمات في جملة واحدة، وأن يعرف أين تنتهي وأين تبدأ كل كلمة، وهذا ضروري. هنا طبعا هذه عادات العقل الـ16، لن أعرج عليها، ولكن هي كلها عادات جدا اليوم يتكلم عنها العلم بأنها جدا ضرورية. ولاحظوا رقم 14 تتعلق بالمزاح، النكات، أن نجد ما يضحك في بعض الأشياء، وألا نكون دائما جديين كثيرا، وأشياء كثيرة أخرى جدا ممتعة، التساؤل، أن يكون لدينا هذا الشعور ب empathy، يعني أن نضع أنفسنا مكان الآخر ونستطيع فعلا أن نشعر معه، غير ذلك وغير ذلك. الآن إذا قبل القراءة لأبنائكم، أنتم تقرؤون البيت الذي يتحدث فيه الجميع عن مواضيع مختلفة، هو بيت قارئ ومثقف. تحدثوا مع أبنائكم، ضروري 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 أن نتحدث. وأريد أن أروي لكم، يعني هذا شيء أراه في كل مكان، نكون جالسين مثلا إلى مائدة الطعام أو إلى أي مكان، في أي مكان، وأحدهم حتى الكبار وليس فقط الصغار، أنا لا أعرف ما هذه الموضة، ما هذه العادة غير الجيدة، يشير إلى شيء ما ويسميه، يعني يريده. سأسهل المثال، مثلا أشير إلى الماء وأقول ماي، أو أشير إلى الملح وأقول ملح، فهذا يعني للآخر اللي أمامه هذا الغرض أنه أنا أريد الملح. لطفا 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 دعونا نتكلم بجمل، لأن هذا له تأثير هائل على مرحلة تعلم اللغة والقراءة أيضا، وهذا يأتي من البيت. هذا في المدرسة الساعة الوحيدة التي، أو أقل من ساعة التي يكون فيها في صف اللغة العربية، صعب أن يلم بكل هذه الأشياء، هذا من البيت. لو سمحت لطفا، بليز، أي شيء، ممكن أن تمرر لي الملح، ممكن أن تعطيني الماء، ممكن أن لست أعرف ماذا. تكلموا بجمل، وأيضا استثمروا في العاملات المنزليات الأجنبيات على أن يتحدثن بجملة، هن يعني أكيد سيتعلم، ضروري أن نتحدث بجملة. فالبيت الذي نتحدث فيه عن كتاب قرأناه، عن شيء حصل معنا ونشرك الجميع، وما رأيكم، وما الحل، وكذا، هذا ضروري 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 لبيت قارئ ومثقف.